بنات كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير حتى صوت قديتو قلتها بلاتي نتشاركها معكم كاع. عندي هنايا البيتزا هادي خديتها انا جاهزه، ما عنديش الوقت داكشي علاش العجينه ديالها. ايوا لاصوص درت لاصوص بلونش كتشدو هذا بيت ندير انا ديال الروبيان. درت شديت مقيله شحرت فيها هاد الروبيان، درت فيه شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشحرتو وحيدتو. عاد شديت الكريمه خويتها وزدت عليها واحد شويه ديال الحليب، كاس ديال الحليب، وزدت عليها جوج معالق كبار ديال النشا وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه على حسب الذوق. الا عندكم ضمه ديال الكمون وانت ديروا حتى هي وما ديروش الملح. صافي شحرت داك الخير حتى عقدت، فجاه عقدت ليا طلصتها مزيان على هاد البيتزا. صافي درت عليها الموتزاريلا ودرت عليها الجبن تشيدر من الفوق عاوتاني، وقديت فيها هاد الروبيان والبصله وهاد المشروم، وغندير عليها دابا الزعتر وندخلها للفران. هاني البنات كيف كيجيو البيتزا ديالنا؟ ما نقولش لكم هادي راه رائعين، كيجيو غزالين ساهلين، فني فني فني، الريحه والمذاق ما نقولش لكم. يا سلام البيتزا ديالنا، هادو درتهم صوص طوماط. صوص طوماط تديرو حك مطيشه عادي اللي عندكم، اي حك ديال مطيشه، تديرو فيه شويه ديال الثومه شويه ديال البزار شويه ديال المليحه وشويه ديال زيت العود. ايوا كتخلطوا داك الخير مزيان وكتدهنوهم. صافي فاش كتدهنوهم يا بغيتو ديرو غير الحشوه اللي عجبكم فيها الدجاج، انا شحرتو قبل، كتشحروه كيف ما بغيتو، البهارات اللي عجبكم تديرو فيه، بتديرو الدجاج بتديرو الطون اللي عجبكم، وشويه ديال البصيله وشويه ديال الفلفله حلوه والزعتر من الفوق والفرماج بطبيعه الحال موتزاريلا وتشيدر. ايوا صافي انا هادي هادو العجين راه درتها جاهزه. كما قلت لكم ما عنديش الوقت فاش نعجن داكشي علاش درتها جاهزه وصافي. اصلا راه ساهله العجينه ديال البيتزا، راه كديري الدقيق وتديري الزعتر وتديري شويه ديال المليحه شويه ديال هذا شويه ديال الزيت وتدهنيها بالماء. هاهما البنات البيتزا ديالنا كيف كيجي على هذا الشكل. ايوا بصحه فطوركم.